من أكثر من سنة استطاعت مدينة بريدة بمنطقة القصيم أنه تحجز مقعدا لها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فن الطهي. الحديث أكثر حول المأكولات الشعبية اللي تشتهر فيها منطقة بريدة واللي تتميز بطبيعتها وخيراتها تنضم معنا في الاستوديو منال المقبل من الأسر المنتجة. أهلا وسهلا فيك منال. يا هلا والله، الله يحييك. منال، في البداية كلميني عن ثقافة الأكل بالقصيم وتحديدا في منطقة بريدة. والله يعني تعودنا من آبائنا وأول إنه أكثر شيء الأكلات اللي هم يأكلونها بشبه يومي، الأكلات مثل المطازيز، الجريش، القرصان، المرقوق، هذه يومية. وفي أكلات شتوية مثل الحناني والفريك والقشط، هذه نسويها بالشتاء أكثر شيء. الله. إيش الأكلة اللي يتفق عليها كل بيوت القصيم إلا لازم يأكلوها ولا تخلو سفرة منها؟ المطازيز والجريش أكثر شيء. الله، جعت. لا جوعنا ما شاء الله، يعني ما شاء الله أنت جايبت لنا اليوم المطازيز وجايبت لنا الحناني، صح؟ فمن جد يعني من أجمل الأكلات، وكمان حتى الجريش أنا بالنسبة لي. طب خلينا نتكلم عن طريقة تحضيرها بالطريقة الأصلية حقت أهل القصيم المضبوطة، دينا طريقتها. أنا أسويها بطريقة أمي وجدتي الله يرحمها، هذه طريقتهم يعني من أساس. إيش مقاديرها؟ لحم بينسلق؟ اي لحم مع طماط وبصل، يعني يكون المرق حق المطازيز. والعجينة أنا أعجنها بيدي طحين بر مع موية بس. أوكي. والخضار بعد ما أسوي العجينة وأكورها بعدين أفردها بيدي وأحطها على النار، بعدين أحط الخضار وأخليها على نار هادية تقريبا ساعة إلى ساعة ونص على حسب. نعم. هي بتنتظري تنشف نفس العجينة ولا بتحطيها على طول؟ لا أحطها، يعني أحطها ويعني شوي، وهو يكون النار عالية شوي وبعدين تطبخ، وآخر شيء الخضار، يعني الخضار بالنهاية عشان تستوي بسرعة. وأسكرها والبهارات والفلفل الأسود. إيش البهارات بالضبط اللي تحطيها؟ لومي؟ أي ليمون أسود. أيوه. والدارسين، وهذه بالبداية مع اللحم، وبهارات مشكلة وبالنهاية فلفل أسود يعطي نكهة يعني. حلو منال. طيب اللي مورد الآن الحناني، كلميني عنه. أنا من الناس اللي أخربط بين الحناني وبين الحيسة. الحنيد؟ لا مو الحنيد، بين الحنيد لحم وكذا، الحناني والحيسة والعصيدة. إيه العصيدة والمحلة. المحلة هي العصيدة سونا. هذه سونا أهل الرياض، بس الحناني هذه أكلة أهل القصيم. اللي هي شلون تكون؟ تكون قرصان رطب. إيه. مع حليب، وبعدين مع تمر خلاص منزوع نوى، وبعدين كل مرة واحدة ينحط، صح؟ بالفرامة. إيه بالفرامة الكهربائية. إيه. بعدين أخلطهم مع بعض مع ليمون وفهيل والزبدة لازم، بعدين أحطها بقدر وعلى النار، يعني نار هادية تكون. وتقريبا كم يكون وقتها؟ ساعة تقريبا، إلى ساعة تقريبا، وبعدين تتقدم. في ناس يحبونها مع الليمون. الفلفل الأسود؟ لا، الفلفل الأسود حق المحلة. أوكي. الحناني ليمون يحطون معها، ومع القهوة أو مع، يعني بعضهم يخلونها وجبة أو حلى الحين. طب البعض كانوا يسوونها، أتذكر أول كانوا يسوونها بخبز يكون أصلا هو جاهز ويحطونه بالفرامة مع الخلاص. إيه؟ هل هذه الطريقة تعتبر نفسها ولا لا؟ لازم أنت تعجنين العجينة نفسها وتسوينها؟ لا، أول يعني جدتي الله يرحمها كانوا هم يسوون العجينة القرصان. إيه؟ يسوونه بالبيت ويحطونه، بس الحين لا، نشتري القرصان جاهز. أنا أي نوع قرصان؟ حتى جاهز. كان قرصان مرقوق؟ إيه، قرصان مرقوق اللي عادي. رطب. إيه؟ وأسوي بالبيت، يعني أشتري القرصان جاهز وأسوي أنا الشغلة. أوكي. بالبيت. يعني هسأل سؤال. تفضل. لبنى من حطت إيدها على خدها هي مخربطة، أنا عارفة. وش القرصان؟ القرصان أكلة هي العجينة. في محلات يبيعون القرصان طحين بر يقرصونه. إيه؟ هم يقرصون. يعني أنا لأنها سألتي قالت لك هو حق المرقوق. إيه. الآن القرصان هي العجينة يا لبنى. إيه، قولي العجينة. ليه تصعبوها؟ لا، بس في قصدك أكلة القرصان، لأنه في أكلة القرصان والمرقوق. أيه. قريبين من بعض جدا. إيه، يختلفون يعني شيء بسيط. إيش هو القرصان؟ هي القرصان هذا القرصان يكون ناشف نفس يعني شيء مطبوخ على الصاج. يقرصونه على الصاجة. خبزة؟
اي خبزة على الصاجة. وهذه اللي تنوخذ تنعمل فيها. اي بس فيه نوعين، في نوع يكون ثقيل خفيف مرة رهيف مرة، في نوع لا اثقل، هذا حق الحنين اللي اثقل. لان احنا نشوف يعني خلينا اكلمك بلغه الجيل الجديد الان، يمكن الجيل الجديد يستسهل، فاتذكر المرقوق او شيء يروحون للجزء حق المكرونات اللي بالهايبر وبالاسواق ويقول لك ياخذون، يقول لك هذا مرقوق جاهز، او هو نفس حق اللزانيا. في المهبوزات يعني قصدك؟ لا زي حق اللزانيا. لا زي المكرونه، تشترين مكرونه، شفت لما تروحين تشترين مكرونه بعد تطبخينها في القسم هناك في شيء مكتوب عليه مرقوق. اي صحيح. في الحين يبيعون عجينه المطازيز تنباع جاهزه. مظبوط. طب هل يعطي نفس الاثر؟ يعني هل الان لما اروح اجيب الاشياء الجاهزه المصنعه هذه ولا نفس الطعم اللي تكون القرصان هذا مسوى في البيت او شيء؟ طبعا الافضل شغل البيت يكون افضل، ما يعطي نفس النتيجه أحلى. يعني إيه؟ لا ما ادري، انا عن نفسي ما افضله. حتى الحين الحناني يبيعونه بالكافيات بس ما استسغته يعني مره. الحين مع الايسكريم بعد يحطونه. لا في اشياء قاعد تصير في الاكلات الشعبيه انا بالنسبه لي تفقد قيمتها. يعني الحناني معروفه طريقته، حتى الطعم لما اذوق الحناني غير الحناني، غير عن الاشياء الثانيه. لما اذوقه في الكافيهات مو حناني، احناني متنكر. مو حناني والله، ما في يعني ما في نكهه التمر ولا نكهه البر ولا نكهه ولا اي شيء. قلت لك متنكر. طيب كيف تشوفي اقبال الناس على الاكلات الشعبيه بصفه عامه وخصوصا الجيل الجديد؟ هل احنا بنعزز في جيلنا الجديد حب الاكلات الشعبيه التراثيه هذه؟ والله في اقبال الصراحه، وال يعني الاغلب انه ما يعني شلون تفشوا من اكل المطاعم خاصة يعني اللي ما يبون ويفضلون أن أكل بيت يكون أنظف صح ومتقن. يعني فرق بين الأكلات الشعبية من المطاعم ولا من البيت، يعني تكون فرق. والجيل عاد على حسب الأهل، يعني أنت إذا عودتيهم مزلوط. أنهم يأكلون بالبيت تعودوا أنك أنت تسوين خاص يحبونه صح. أما إذا ما تعودوا خلاص المطاعم. طبعاً هل تشوفين أفود. هل تشوفين الآن الفترة هذه الحالية اللي احنا قاعدين نمر فيها التوجه، انا قاعدة الاحظ كثير توجه على الشعبيات كثير، لا تخلو عزيمة جمعة الا لازم يكون في كورنر للشعبيات، ايش رايك بهذا الشيء؟ اي والله في كثير، لان فيه يكون حريم كبار ما يعجبهم الاكلات هذه، الاكلات الجديدة، فيفضلون الاكلات الشعبية احسن يعني لهم ويطلبونه، والصغار لازم عشان يتعودون على اكلاتنا. صحيح. يعني لو ما تعودوا بعدين ما حد يعرف الاكلات الشعبيه. يبدا من البيت طبعا. ولا تدفع عظامهم ولا تلمهم. صح. بس ايش اكثر اكله شعبيه الناس دائما يطلبوها منك تحضريها لهم؟ والله صراحه المطازيز يعني شبه دائم. يعني عندي زبون من تقريبا حوالي سنتين، هم اثنين كبار بالسن. ايه من القصيم ما شاء الله، ويطلبون مني يعني بعض الحين بالاسبوع مرتين الى ثلاث مرات. ما شاء الله تبارك الله. وطبعا اللي يكون لهم طلبات خاصه واشياء ما يحبونها خلاص انا تعودت عليهم. قبل فتره انقطعوا، بعدين تواصل معي هم اثنين، الولد الصغير قال ان جدي توفى الله يرحمه، الله يرحمه يغفر له، وموصيه انه يطلب مني. يا الله. يقول خلاص كل فتره اطلب، وإنه مرة عاجبه أكلك وكل ما طلب يدعي لك. الله يغفر له ويرحمه يا رب. اللهم آمين يا رب. الحمد لله. طب ودي أسألك الآن، لسه ما زلنا نرى بعض الأجيال الجديدة ما تقبل على الأكلات الشعبية، لذلك صار في زي ما يقول تقليعة أنه ناخذ الأكلة الشعبية ونستحدث هويتها ونحط لها اسم مودرن وتصير يلا عشان يأكلوها. أنت مع هذا التوجه يعني عشان نسوق اكلاتنا الشعبيه اكثر، ولا احنا قاعدين نفقد هويتها كذا؟ لا بالعكس، تفقد الهويه. انا احس انها لازم تكون على شكلها المعروف، شكلها واسمها وطريقه تقديمها، ولا نغير فيها. ايه وطريقه الصنع وطريقه التقديم هذا اللي احسن يكون عشان يعرفونه بعدين عيالنا. صحيح. حافظ على التراث. أيه زي ما هو نقول الأجيال القادمة. طيب كمان ما شاء الله أنت يعني بتقدمي وجبات خاصة، في ناس مشتركين معاكي اشتراكات انه خلاص بتكوني معاهم على طول؟ اي والله في تجي لي، بس ما افضل الاشتراك اليومي، لان انا اللي اسويه بنفسي. ما اخلي يعني عاملات ولا شيء، انا اللي اسوي، فيكون في ضغط ولازم يعني فيها في مشاغل كثير. ما لكن بشكل اسبوعي يوم الجمعه مثلا ايام إيه يعني اسبوعي او شبه يومي، يعني مرتين او ثلاث بالاسبوع هذا عادي يعني اسوي، وعلى حسب الطلب يعني على حسب الزبائن. صح.
منال، كثير من البنات يشتكون من ارتفاع سعر الأسر المنتجة، وش رأيك فيها؟ والله فيه، مو بكل الناس، في أسعار تكون مبالغ فيها. صحيح. في أسعار لا، يعني تكون معقولة. إيه، أنا أشوف السعر اللي برا كم، وأشوف تكلفة، لأن أنا اللي بأجيب الأغراض، وأهم شيء أكون أغراض يعني نفس أغراض بيتي، ما أخذ أشياء يعني أقل جودة، هذا أهم شيء الجودة. صح. عشان يطلع الأكل بشكل حلو. وأنا اللي أعاني منه صدق التوصيل. التوصيل هو اللي مبالغ فيه جدا، الاسعار مبالغه في التوصيل جدا، ويعني كثير طلبات تلغي من عندي بسبب التوصيل. انا مره مريت بهذا الموقف، لقيت التوصيل اغلى من الطبق اللي طلبته، ولغيت اي انا كذا كذا دائما تصير لي، يعني يكون بعيد المنطقه عن بيتي ويطلب المندوب حق التوصيل سعر مره زياده. طب منال، فيما لو قالت لك مثلا اللي طالبه منك انا برسل سواقي؟ عادي، بالعكس عادي. احسن يعني. البعض يرفض، لانه كثير مرات لما اطلب اقول خلاص انا برسل سواقي مثلا، او نجتمع عند نقطه يعني يكون قريب من بيتك وعادي انا ارسل، اذا ما تبين احد يعرف البيت. إيه. يرفضون، لا لازم مع المندوب، بالاخير نكتشف انه المندوب سواق يشتغل عندها. في كثير صراحه. يعني والله مو كل الناس كذا، بس بالعكس انا افضل اذا انت بتجيبي، انت جيبي مندوب او انت سواق عادي. صحيح. يعني انا ارتاح من تعب المندوب وبس. طب هل مره من المرات منال مثلا احد اخذ منك بعدين جاء قال لك ما عجبني الاكل، ما ابغى هذا الاكل، انت سويتي خطأ؟ بالعاده هذه او يتعمد الاساءه او ما شابه، ايش التصرف السليم في هالحاله؟ والله الصراحه ما قد صار لي الموقف هذا، ما قد يعني الكل يمدحون هذا. في ناس يتهربون يعني شوي من الدفع بعضهم فيه، بس انها لا يعني الاغلبيه الحمد لله مدح. يعني هذا شيء صراحة مهم. طيب بالنسبة للأسعار، كيف بتقيم المنتجات الصحون؟ هل أسعارها في متناول يد الجميع؟ هل مثلا تختلف الأسعار إذا كان في مناسبة كبيرة أو إذا كان مثلا حاجة بسيطة؟ لازم على حسب المناسبة نشوف. يعني تكلفة مثلا الحافظة، لأنها يعني تكون على حسب، او انه مثلا يجيبون لي السخانات انا اعبيها عادي. ممكن كمان. إيه؟ يعني احسن، لانه لانه يكون المندوب بيروح ويرجع. صح. لو كان اغراض من بيتي صعب. منال انا مفروض. احنا صراحه انا قاعده استنى هالفقره تيجي عشان اقوم اجرب الاكل. بالعافيه. احنا قبل نختم، احنا كنا قبل الهوا نبي، بس قلنا ما نبي نحوس المنظر علشان بوقت التصوير. ترى تفضلوا بالعكس. يعني اقول للمشاهدين ترى اول من حطت الصواني على الطاوله جت اودي قالت جيبوا لي صحن، لانه ما شاء الله تبارك الله الريحه اللي موجوده وشكل الاكل مره شهي، فاسمحوا لي انا هبدا. ايش حتحط؟ حناني ولا انت ايش تبغي احط لك؟ انا مطازيز طبعا. تبغي مطازيز؟ ايه؟ انت ايش تبغي؟ انا حناني طبعا. طيب خلوني كيف نبدأ. خلاص ابدا بالحناني كذا الصغير. طيب خليني اخذ لكم. شوفوا انا يمكن ما اكون الشخص الصحيح اللي يقدم، ولكن انا هحاول اقدم. انا ودي اقوم اساعدك، بس مشكله المايكات كلها فكتها من البلانت. يعني اشهد يا تاريخ لبنى. قاعده تحطي لي زبده؟ لبنى زبده. حاضر كذا من هنا. ايوه. طيب يا سيدي، يعني ودي هتتعشى عندنا اليوم. في لحظة حتى كان يقول لك في أدب التقديم تقدمين بيدي كلمة، شفتين وأنا أقدم؟ كفو كفو. وأنت يا لبنى؟ أحط لك؟ أنا قلت لك هو مطازيز. مطازيز؟ يلا. شكرا لك يا لبنى. لا قوة إلا بالله. يعطيك العافية وألف ألف شكر لك. العافية والله عليك. طبعا لبنى الحين ما شاء الله تبارك الله قاعد تقدم، قاعد تغرف لنا. عبل ما هي نطلع فاصل ونرجع لكم.